مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. الوضع المحلي هادئ أمنيا بعد معالجة اشتباك مخيم برج البراجنة، وخافت سياسيا ما خلا متابعة زيارة الرئيس سليمان للفاتيكان بانتظار تكثيف الرئيس بري جهوده باتجاه إتمام الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل على قاعدة التفاهم على قضايا الضرورة وترك التباين في قضايا المحكمة وسوريا. وفي الوضع المحلي ترقب لاشتداد رداءة الأحوال الجوية اعتبارا من الغد وحتى يوم الخميس. وفي جانب محلي آخر، احتضان حكومي لحملة وزير الصحة في الأمن الغذائي وتفاهمه مع وزير السياحة على أن الإجراءات المنفذة ستعطي ثمارها السياحية بعد شهرين، في وقت ركزت الحملة فيه على اللحوم في منطقة صبرا في بيروت، كما تم ضبط طبيب متدرج في سوء إدارة عملية جراحية بشكل مقزز في مستشفى رفيق الحريري الحكومي. وفي الخارج، تطورات لافتة أبرزها اتفاق حوار فيينا على الاستمرار حتى تموز في محاولة معالجة الملف النووي الإيراني، واستقالة وزير الدفاع الأمريكي من منصبه تحت تأثير الضغط الجمهوري على أوباما، وتوقع خطوة مماثلة من وزير الخارجية. قول وزيرة الداخلية البريطانية إننا نواجه أكبر خطر إرهابي في تاريخنا، وأعلان وزارة الداخلية السعودية اعتراف 4 من الموقوفين في هجوم الإحساء بانتمائهم إلى داعش. تنفيذ طيران دول التحالف الغربي 24 غارة جوية على مواقع داعش في سوريا و15 غارة على مواقع مماثلة في العراق. وبث الإذاعة الإسرائيلية أن شرطيا أصيب في محاولة دهس في القدس. إيضاح من وزير الطاقة الإماراتي أن أوبك ستتعامل مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط وستتخذ القرار المناسب. وقوع 32 ضحية في جنوب المغرب من جراء سيول الأمطار. ومن الحدث نبدأ، فقد تم تمديد المحادثات النووية الإيرانية 7 أشهر، وإيران تعهدت خفض مخزونها من غاز اليورانيوم مقابل الإفراج عن أرصدتها المالية بمعدل 700 مليون دولار شهريا. كما كان متوقعا، مددت إيران والقوى العالمية الست المحادثات المتعلقة ببرنامج إيران النووي حتى آخر حزيران 2015، بعد الفشل في التوصل لاتفاق يمكن أن ينهي النزاع النووي المستمر منذ 12 عاما. وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أوضح أن إيران والقوى الست أحرزت تقدما كبيرا في أحدث جولة من المحادثات التي بدأت الثلاثاء الماضي في العاصمة النمساوية، وأضاف أن هناك هدفا واضحا يتمثل في التوصل لاتفاق أساسي خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وستستأنف المحادثات الشهر القادم. وقال إنه ليس من الواضح أين ستجرى المحادثات الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه خلال فترة التمديد ستواصل طهران الاستفادة من تخفيف في العقوبات بقيمة 700 مليون دولار تقريبا شهريا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف توقع أن تتوصل الأطراف المشاركة في المحادثات النووية الإيرانية لاتفاق بشأن كل المبادئ الأساسية خلال 3 أو 4 شهور. وكانت وكالة رويترز تحدثت عن أنباء عن جولة مفاوضات جديدة مع إيران منتصف الشهر المقبل في مسقط. في هذا الوقت أشار تقرير سري لوكالة الطاقة الذرية إلى أن إيران اتخذت إجراءات إضافية للالتزام بالاتفاق النووي المؤقت مع القوى العالمية. الرئيس سليمان تسلم وسام الصليب الأكبر في الفاتيكان، مؤكدا أن مستقبل المسيحيين في العالم العربي لا يكون بالحماية العسكرية ولا التماهي مع الأنظمة الاستبدادية، بل بالعمل من أجل احترام حقوق الإنسان. من روما رسالة لزميلة ندى صليب شويري. في احتفال عائلي وفي لفتة بابوية مميزة للبنان، اجتمعت في الفاتيكان العائلة التي تقدمها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وعدد من الأصدقاء لتقليد الرئيس ميشيل سليمان وسام الصليب الأكبر للبابا بيوس التاسع من رتبة فارس. هذا الوسام يشكل نداء نطلقه لكل الأفرقاء المتخاصمين في الحياة السياسية لكي يعملوا من أجل السلام، قال أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. نقدم باسم قداسة البابا هذا التكريم لالتزامكم بالسلام، خاصة خلال فترة عهدكم الرئاسي في لبنان، وأناشدكم نقل تحياتي إلى الرئيس سلام وإلى كل الشعب اللبناني،
وهذا الوسام يشكل إقرارا ودعوة لكل اللاعبين في الحياة السياسية والاجتماعية للعمل من أجل السلام والأمن، وهكذا يصبح لبنان ملجأ للسلام ويستطيع كتابة صفحاته المجيدة من تاريخه. الرئيس سليمان أكد على دور المسيحيين في الشرق وهم في قلبه الجزء الأصيل والتزموا قضاياه، مكررا مناشدة المجتمع الدولي بدعم من الكرسي الرسولي دعم لبنان لمواجهة تداعيات نزوح اللاجئين والعمل على إعادتهم إلى وطنهم، وتحدث عن التطرف. ها نحن منذ يومين احتفلنا بذكرى استقلال لبنان، ولكم وددت أن يكون واقفا إلى جانبي فيما ألقى هذا الشرف الكبير الرئيس الجديد للجمهورية أو من انتدبه لتمثيله، وإني من هنا بالقرب من قبر هامة الرسل وقبالة تمثال القديس مارون أجدد ندائي إلى جميع الأطراف اللبنانية وخصوصا الموارنة منهم لوضع المصالح الشخصية جانبا والمبادرة فورا إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. الرئيس سليمان أكد على دور المسيحيين في الشرق وهم في قلبه الجزء الأصيل والتزموا قضاياه، مكررا مناشدة المجتمع الدولي بدعم من الكرسي الرسولي دعم لبنان لمواجهة تداعيات نزوح اللاجئين والعمل على إعادتهم إلى وطنهم. الانتجريسم تيروريست اترانجي على ريليجيون اسلاميك انفلامي نوز الانتور. ان المسيحيين في قلب الشرق وهم الجزء الاصيل الذي لا يتجزأ ابدا وقد التزموا دائما قضاياه المحقة، وها هم اليوم لا يبغون لانفسهم اكثر مما يريد الاخرون لذواتهم، وهم لا يقبلون اقل ما يتطلبه الاخرون. ان لبنان لا يمكنه ان يسلم برؤية الاراضي المقدسة تفرغ من ابنائها المسيحيين، وها اعلان يهودية الدولة العبرية ومهاجمة المسجد الاقصى في القدس وهو من اسمى الامكنة المقدسة للاسلام من قبل اسرائيل، ودحض حق الفلسطينيين باقامة دولتهم الخاصة بهم، افعال كلها ضد منطق الصيرورة البشرية، وهي باي حال لا يمكن ان تجلب السلام. ان الاصولية والارهاب غريبة عن الديانة الاسلامية وقد الهبت ما من حولنا أصولية أرغمت بفعل تفشي هدر الدماء الذي حملته ألاف المسيحيين على الهجرة من مسقط رأسهم في العراق وسوريا، وهي حاولت مرارا وتكرارا تهديد الوجود المسيحي في لبنان وتغيير وجه مشرقنا المؤنسن إلى الأبد. وسام الصليب الأكبر أنشأه البابا بيوس التاسع عام 1847، وهو يمنح لرؤساء الدول والشخصيات الرسمية تعبيرا عن رضا الفاتيكان ومكافأة للخدمات التي تبذل في سبيل الكرسي الرسولي. من أسباب منح هذا الوسام للرئيس سليمان تقدير وجود الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق الأوسط والتأكيد على دوره في الحفاظ على صيغة العيش المشترك، وقد منحه إياه خلال توليه سدة الرئاسة البابا فرانسيس الذي التقاه 3 مرات، إلا أن استلام هذا الوسام تأخر إلى اليوم في حفل أقيم في الفاتيكان، وإن كان نادرا ما يجري هكذا احتفال في هذه الحاضرة. يذكر أن هذا الوسام لم يمنح لأكثر من 50 شخصية عالمية، أبرزها ليش فاليسا المناضل الجزائري عبد القادر لحمايته المسيحيين المضطهدين كارفالدهايم والملك الإسباني خوان كارلوس. كانت معكم من روما بعثة تلفزيون لبنان موريس طوبية ندى صليبة شويري. وسام الصليب الأكبر الممنوح للرئيس سليمان يأتي في إطار التقدير للدولة اللبنانية التي زارها البابا بنديكتس 16 في العام 2012. تسلم الرئيس العماد ميشيل سليمان وسام الصليب الأكبر للبابا بيوس التاسع من رتبة فارس من أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. فما هو هذا الوسام ولمن يمنح وما هي أهميته في هذه المرحلة؟ هذا الوسام بيكون تقدير لجهود قام فيها صاحبه، جهود على مستوى الكنيسة وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الوطن، وهذه الجهود بتكون عم تصب بخانة كرامة الإنسان، قيمة الإنسان، الخدمة العامة
في المجتمع والوطن، وتقديرا لخدمات جلة قام فيها فخامة رئيس الجمهورية على الصعيد الوطني في لبنان، خاصة أن الفاتيكان بينظر للبنان من موقع بلد الرسالة. الأمر الثاني يلي بيتاخد بعين الاعتبار هو زيارة قداسة البابا بنديكتو السادس عشر إلى لبنان بأيلول 2012، وكان في استقبال له وطن كبير رسمي، وقلدوا خيمة الجمهورية وسام يعني لبناني. وهلأ هذا الشيء بيدخل كمان بيتاخد بعين الاعتبار التكريم يلي عملوا إياه لبنان للبابا بنديكتو السادس عشر. هذا التكريم بيستوجب أيضا أن يكون هناك تكريم رئيس جمهورية لبنان في الفاتيكان من خلال هذا الوسام. الأب أبو كسم أكد أن هذا الوسام نعمة للرئيس سليمان وبركة للبنان. في وزارة الصحة اجتماع تلاه مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري الصحة والسياحة ونقابة أصحاب المطاعم، حيث أكد أبو فعور أن حملة سلامة الغذاء مستمرة وليست انتقامية، فيما دعا فرعون لتقديم الأفضل للسائح. بعدما تصدر ملف سلامة الغذاء اهتمامات اللبنانيين، وخلال اجتماع ثنائي بين وزيري الصحة والسياحة، أكد الوزير وائل أبو فعور أن حملة سلامة الغذاء مستمرة وأنها تحولت إلى خطة حكومية ولم تكن انتقامية. الحملة كما قلت ستستمر، كما أعلنت بالأمس لن نسمح بكسر شوكة الدولة في بعض المناطق كما حصل بالأمس بصبر. قناعتي من الأول عندما أطلقنا هذه الحملة أنه هذه الحملة ستعزز السياحة، لن تنتقص من السياحة. وبالتالي تخيلوا معي المشهد بعد شهر أو شهرين لما نحن بنقدر نعلن أنه صار عندنا عدد كبير من المؤسسات اللبنانية استوفر شروط الغذاء السليم. كم ستكون هذه الرسالة؟ رسالة مؤثرة، رسالة داعمة للاقتصاد اللبناني، رسالة داعمة للسياحة اللبنانية، ورسالة تعزز هذه السياحة وتعزز ثقة السائح اللبناني والمواطن اللبناني قبل ذلك بالغذاء وبالمطاعم والمؤسسات الاقتصادية اللبنانية. الوزير ميشيل فرعون من جهته دعا للخروج من أزمة الثقة التي حصلت في الملف الغذائي، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين. والدولة كمان فيها كمان تقوم بتقدم نوعي من بعض لنقول الحملة المهمة اللي حصلت ونحولها لنوع من العمل الروتيني اللي يكون عمل لمراقبة القطاع. أكيد أنا برجع بقول ربما كوزارة السياحة مش مسؤولين مباشرة عن سلامة الغذاء، بس كمان حبينا نظرا للعملية اللي أصبحت ضخمة جدا كمان واكب هذه العملية مع الوزير. وفي سياق آخر أشار أبو فعور إلى أنه قرر وقف طبيب وطبيب متدرب عن العمل في مستشفى رفيق الحريري لإقدامهما على تصوير عملية جراحية ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث ظهرت مشاهد مقززة، إشارة إلى أن نقابة أصحاب المطاعم شاركت في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع. في عين التين وفد برلماني روسي والسفير السوري نقل عن الرئيس بري أهمية التنسيق بين لبنان وسوريا لضمان الانتصار على مخاطر الإرهاب الذي يضرب المنطقة. أوضاع لبنان والمنطقة والتعاون بين لبنان وروسيا بحثها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد من المجلس الفيدرالي للبرلمان الفيدرالي الروسي برئاسة نائب رئيسه النائب الياس أوماخانوف، يرافقه السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين. أوماخانوف الذي قلد الرئيس بري ميدالية البرلمان الروسي وسلمه دعوة رسمية من رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الدوما لزيارة موسكو، قال بعد اللقاء إن الاتفاقات التي توصلنا إليها خلال لقاءاتنا تنص على تنشيط وتكثيف النشاطات بين البرلمانين الروسي واللبناني من خلال مكاتب معينة أو مجموعة الصداقة التي ستنشأ في المستقبل بين البرلمانين. واعتبر أوماخانوف أن ما يجمع روسيا ولبنان هو رؤية مشتركة للأهمية البالغة بالتعاون والتعايش بين الأديان والطوائف والقوميات وضرورة المكافحة المشتركة ضد الإرهاب والتطرف. لمسنا خلال لقائنا انطباعا قويا عن عقلية وخبرة الرئيس بري، وسلمنا بتوجيه لرئيسة المجلس الفيدرالي للبرلمان الروسي ميدالية المجلس، ونقلنا إليه دعوة لزيارة موسكو، ونأمل بأن يزورها في القريب ويجري محادثات مع القيادة البرلمانية الروسية في الدوما والمجلس الفيدرالي.
الأوضاع المحلية والإقليمية عرضها أيضا الرئيس بري مع السفير السوري علي عبد الكريم علي، الذي أكد صمود سوريا وجيشها وحصل على طمأنة من الرئيس بري في جدية ملاحقة البؤر الإرهابية. طمأنني إلى أن الأمن اللبناني والجيش اللبناني والحكومة اللبنانية جدية أكثر في ملاحقة هذه البؤر، وأن بؤرا خطرة تم اكتشافها وتلافي انعكاساتها السلبية. شدد دولته على أهمية التنسيق بين الدولتين بين الحكومتين، وهذا مصلحة للبنان كما هو مصلحة لسوريا. وفي عين التين النائب السابق علي قانصو ورئيس الحزب القومي السوري أسعد حردان، الذي رأى بعد اللقاء أنه يجب أن يكون هناك قواعد أساسية لإقامة حوار بين اللبنانيين، معتبرا أن الأولوية لاستقرار الوضع الأمني في لبنان. من السرايا الحكومية اللواء إبراهيم أكد استمرار العمل لحل ملف العسكريين، واجتماع برئاسة الرئيس سلام للجنة الوزارية المخصصة للبحث في ملف الاتصالات والتي تتابع عملها غدا. ملف العسكريين المخطوفين تابعه رئيس الحكومة تمام سلام مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي اكتفى بالقول بعد اللقاء إن العمل جار على مستوى المفاوضات، نافيا انسحاب الوسيط القطري منها. الرئيس سلام أكد من السرايا أمام وفد من جمعية خبراء كشف الفساد الموجزين برئاسة دكتور حسين طراف أن محاربة الفساد من أولويات الحكومة. ملف تلزيم قطاع الخلوي عرض في اجتماع رأسه رئيس الحكومة تمام سلام للجنة الوزارية المكلفة البحث في دفتر شروط لاستدراج عروض التلزيم، وحضره الوزراء بطرس حرب محمد فنيش وجبران باسيل. وزير الاتصالات بطرس حرب أشار إلى أن البحث سيستكمل صباح الثلاثاء آملا في إنجاز هذا الملف لحل المشاكل التي يعاني منها الناس. الوزير حرب وردا على سؤال لتلفزيون لبنان حول طرح الملف في جلسة مجلس الوزراء الخميس قال: وصار التوافق على الملاحظات التي أبديت والتي سمعت لها بكل اهتمام وبكل إيجابية. طبعا إذا بكرة صار اتفاق على كيفية التعاطي مع هذه الملاحظات، بعتقد أنه يطرح في أول جلسة وبيمشي مجلس الوزراء. إذا صار في خلاف طبعا الوضع يختلف، وأمل أن لا يحصل خلاف، لأنه ما حدا له مصلحة بالخلاف، لأنه ما بعتقد حدا له مصلحة أنه يسيء إلى المصلحة العامة وإلى مصلحة المواطنين وحق المواطنين بالتمتع بحق المكالمات الهاتفية التي لا تنقطع ولا تتقطع. الرئيس سلام عرض العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة مع وفد برلماني روسي برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الاتحادية الروسية إلياس إيماخانوف وحضور السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين. من زوار السرايا وفد من راهبات الصليب، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ورئيس مجلس الماء والإعمار المهندس نبيل الجسر. الرئيس سلام رأس اجتماعا للجنة الأمن الغذائي بحضور وزراء الزراعة والطاقة والمياه والصحة والسياحة والبيئة والاقتصاد لمتابعة ملف الفساد الغذائي. مزيد من الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. تكتل التغيير والإصلاح رأى أن شرعية البرلمان مفقودة، لأن المجلس مدد لنفسه للمرة الثانية مطالبا بالكف عن ممارسة سياسة التسلط والهيمنة على حقوق الغير. اجتماع استثنائي لتكتل التغيير والإصلاح، أشار بعده أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان إلى أنه تم البحث بالرسائل الموجهة بتاريخ 4 تموز من رئيس التكتل العماد ميشيل عون إلى ملوك ورؤساء الدول الضامنة لاتفاق الطائف آل سعود وحسن تنفيذ اتفاق الطائف، والتي ناشدت الدول بوقف الانحدار لاتفاق الطائف الذي قد يسفر عن انهياره. لافتا إلى أنه في هذا الإطار يتابع التكتل اجتماعات المجلس الدستوري المنعقدة من أجل الطعن بقانون التمديد. يتابع التكتل اجتماعات المجلس الدستوري المنعقدة من أجل البدء بالمراجعة التي تقدم بها نواب التيار الوطني الحر طعنا بقانون التمديد للمجلس النيابي. والتكتل إذ يؤكد على الموقف الذي أعلنه نوابه، يعتبر أن قضاة هذا المجلس أمام موقف تاريخي من أجل وقف مسلسل الاعتداء على الدستور والقضاء على النظام الديمقراطي البرلماني، حيث يعتبر الشعب مصدر كل السلطات، ويقتضي العودة إليه دوريا للحيازة على ثقته ولتجديد ولاية ممثليه في البرلمان،
وأكد كنعان أن التكتل سيبقي جلساته مفتوحة لمواكبة مسار الطعن بدقة، معتبرا أن شرعية المجلس الممدد له للمرة الثانية مفقودة بسبب التمديد وعدم القدرة على وضع قانون انتخاب يحقق التمثيل الصحيح ويراعي متطلبات العيش المشترك، كما تنص وثيقة الوفاق الوطني والعجز عن انتخاب رئيس إلا على أساس تسويات ما شكل تجاوزات خطرة للدستور، وشدد على أنه تقدمنا بأكثر من مبادرة تخرج انتخاب الرئيس من التسويات وتعيد للمسيحيين حقهم في اختيار الرئيس. حزب الكتائب رحب بأي حوار بين اللبنانيين وأدرجه في إطار مربع التكامل الوطني الذي يقود حكما إلى لبنانة الاستحقاقات وعدم انتظار التفاهمات الخارجية. ويلفت حزب الكتائب في المناسبة إلى أن ذكرى الاستقلال حلت هذا العام، والبلاد تعيش يومياتها من دون رئيس للجمهورية، والقصر الرئاسي غارق في غربته منذ 6 أشهر، ويثمن المكتب السياسي القرار الذي اتخذه دولة رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الاحتفالات على اختلافها احتراما لمقام رئاسة الجمهورية الشاغر، ويطالب الحزب بوقف المزايدات الرئاسية ويضع المبادرة التي أطلقها الرئيس أمين لجميل في عهدة القيادات المسيحية للاجتماع الفوري واجتراح ما يخرق الفراغ وينهيه. من معراب الدكتور فارس سعيد يؤكد أن الدكتور جعجع ما زال المرشح الرئاسي ل 14 أذار إلى حين حصول تسوية. الأوضاع في لبنان والمنطقة والاستحقاقات المقبلة وطرق إخراج موضوع رئاسة الجمهورية من الاحتجاز تناولها الأمين العام لأمانة 14 من أذار فارس سعيد مع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب. سعيد شدد على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية إكمالا لعملية بناء الدولة ومنعا لإدخال لبنان في انزلاقات قد تكون غير مشجعة لجميع الفرقاء. مرشح معركة 14 أذار اسمه سمير جعجع امبارح واليوم وبعد 100 سنة لقدام. إذا نحن ذهبنا إلى تسوية حول اسم الرئيس، لا يصلح اسم الدكتور جعجع أن يكون اسم تسوية في لبنان. العماد عون مطلوب منه أنه ينزل على مجلس النواب، وشيء جيد أنه قال بأنه قادر على النزول على مجلس النواب. أما أن يعني العماد عون بيقدر يمنع العالم أنه يترشح على انتخابات، يعني في شيء ينزل على مجلس النواب والجوجة اللي بتصير بداخل مجلس النواب. الدكتور سعيد لفت إلى أن مواقف 14 من أذار خصوصا في الاستحقاق الرئاسي لا تزال هي هي. سأل رئيس اللقاء الديمقراطية نائب وليد جنبلاط عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف انقسام أعضاء اللجنة المعنية لإقرار مشروع الحل لمطمر الناعم ولمشكلة النفايات، وعن الأسباب التي لا تزال تحول دون أن يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب في هذا الأمر. وشدد جنبلاط على أننا لن نقبل بعد اليوم بالمزيد من التأخير في بت هذا الملف. مزيد من الأخبار الوزارية في هذا الشريط. وزير الزراعة أكرم شهيب أكد أهمية الحوار في إرساء أفاق للحلول، وقال خلال رعايته من الجنوب حملة المليون شجرة: نتطلع إلى ترجمة عملية قريبة لتأكيد الرئيس الحريري وتشديد السيد نصر الله على وجوب الحوار والدعوة إليه، ونتطلع بلفافل إلى ترجمة عملية قريبة إن شاء الله لتأكيد الرئيس سعد الحرير وتجديد سماحة السيد حسن نصر الله على ضرورة الحوار والدعوة إليه، وسنبقى متفائلين بالسعي الذي لم ينقطع للرئيس أمين دري والرئيس وليد جنبلاط للوصول إلى قواسم تجمع اللبنانيين وإلى تلاقى وحوار يحمي المؤسسات ويفعلها ويحمي لبنان. كل إسرائيلي زرع ويزرع ألغام الموت والدمار في لبنان الأخضر، وجمعية أجيال السلام تجمد نفسها وإمكاناتها لتزرع الأشجار وتنشر الاحترار في جنوبنا الحبيب. وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بحث مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ديفيد هيل في موضوع مكافحة الإرهاب والدور الأمني والفكري لمكافحته، ثم عرض الوزير باسيل مع السفير التركي الذي نفى أن يكون اللقاء تطرق إلى موضوع العسكريين المختطفين لدى النصرة وداعش.
باسيل التقى رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية في البرلمان الروسي مع وفد من الاتحاد يرافقهم السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين، وتم البحث في الدور الذي تقوم به روسيا في محاربة الإرهاب. رأس وزير الصناعة حسين الحش حسن اجتماعا مشتركا للمجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته ومنتجي الحليب، وذلك استكمالا للاجتماعات التي انطلقت سابقا في إطار مسار تكاملي مع الوزارات والإدارات المعنية. ونتيجة الاجتماع تقرر تثبيت سعر الحليب وإخضاع استيراد الأجبان البيضاء لإجازة استيراد مسبقة. وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم تناول التطورات في لبنان والمنطقة مع السفير الأمريكي لدى لبنان ديفيد هيل، وتطرق البحث أيضا إلى موضوع الصندوق الوطني للنهوض، حيث طالب حكيم بإمكان دعم هذا الصندوق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. مرفأ جوني السياحي قد يفتتح في أيار المقبل، ما يبشر بحركة سياحية نشطة في المنطقة. في عهد الرئيس فؤاد الشهاب افتتح مرفأ جوني، ومنذ ذلك الحين لم يعرف هذا المرفق أي نشاط يذكر باستثناء فترة الحرب الأهلية. اليوم بدأ الحديث فعليا عن إعادة افتتاح المرفأ في أيار المقبل، حيث تقوم جمعية أصدقاء المدينة ومن دون أي تدخل سياسي لأي جهة كان بالعمل الدؤوب من أجل إنجاح هذا العمل. متوقع أنه بأيار 2015 يبلش هذا المرفأ يستقبل بواخر سياحية، لأنه حينشفط الرمل حواليه تيصير في غمق 5 متورة، ويصير يقدر يستقبل ديباتو دو كروزيير، يعني بواخر خاصة للسياح بيساوي حوالي 700 لـ1000 سائح. وانت بتعرف اذا حفيت 1000 سائح يوميا شو ممكن يعملوا حركة اقتصادية وسياحية مش بس لمدينة جوني انما بكل لبنان، يعني بننزل يزوروا داونتاون بيروت، بنطلعوا على جايتا عم غارة جايتا، بنروحوا على بيبلوس الى ما هنالك. هلأ البلدية جوني تبرعت بمبلغ 54,000 دولار لتجهيز معدات الأمن العام اللبناني. مدير عام الجمارك وضع بتصرف مرفق جوني السياحي مكنة سكانر ناطرة تاخد محلها بالمرفق. بعد بقي لنا شغل السيفل وورك، يعني تثبيتات الهيكلية للمبنى اللي وزارة النقل عم تاخد هالموضوع على عاتقه. اللافت في موضوع مرفأ جوني السياحي أن السياسة غائبة كليا عن المشروع، حيث لم يسجل أي تدخل من أي جهة في هذا الموضوع حتى من نواب منطقة كسروان الفتوحة. ما في ولا أي تدخل من أي نائب بموضوع البور، ومعلنا نحن مش زعلانين بالعكس، لأنه قدرت الجمعية مهم نوصل لنتيجة. قدرت الجمعية من خلال علاقاتها وأكيد بالتنسيق الكتير قريب مع بلدية جوني انه تعمل هالانجاز، عملنا نقلات نوعية بهالموضوع، ونحن موعد المواطنين انه اذا الله راد وكل شيء راح على مساره بأيار 2015 يفتتح مرفأ جوني السياحي القديم. منذ ايام الرئيس فؤاد شهاب ومرفأ جوني في حالة موت سريري، فهل تعود اليه الحياة في أيار المقبل مع كل الجهود التي تبذل لإعادة إحيائه؟ وهل يعود هذا المرفأ مقصدا للسواح اللبنانيين والعرب والأجانب؟ من أمام مرفأ جوني، سامر حنا، بيير البايع، تلفزيون لبنان. مزيد من الأخبار المحلية في هذا الشريط. من دار الفتوى، شدد وفد من جمعية تجار بيروت برئاسة نقول الشماس على أن عين الاعتدال ستتغلب على مخرز التطرف في لبنان، كما التقى مفتي الجمهورية وفدا من جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل وبحضور الأمين العام لجمعية تجار طرابلس عامر صافي، والتقى أيضا وفدا من أطفال مركز سان جود يرافقهم القيمون على المركز. التعاون في المسار الديني وبين المنظمات الدينية والمسائل المتعلقة بالتعاون والتعامل في المجال الإنساني والسياسي عرضها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع وفد روسي رسمي يرافقه سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسبيكين. ناقشت لجنة الدفاع مشروع قانون الدفاع الوطني واطلعت على مشروع قانون استبدال اسم بلدة بشامون بمدينة ببشامون. لجنة الإدارة والعدل درست تنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية وطلبت من نقابة الأطباء تزويدها بلائحة تتضمن الاختصاصات الطبية ذات الصلة بالموضوع. اللجنة درست أيضا إمكان توسيع دائرة الأشخاص الذين يستفيدون من اقتراح إفادة المضمونين المتعاقدين من تقديمات فرع المرض والأمومة.
أصدرت عائلة آل الحسن في بعلبك بيانا أوضحت فيه ما جرى مع ابنة العائلة سارة فهد الحسن التي اختطفت من جامعتها. وقال والد الفتاة أن ابنته اختطفت على يد مجموعة كانت ستبيعها لداعش ولمجموعات تكفيرية. وإلى صفحة الاقتصاد وندى الحوت. في الفقرة الاقتصادية، ما أهمية زيارة الوفد الاقتصادي إلى روسيا أستاذ منير الفطاط حضرتك رئيس مجلس تنمية الصادرات في جمعية الصناعيين اللبنانيين اليوم، ما هي الجذوة الاقتصادية من زيارتكم إلى روسيا؟ مثل ما بتعرفوا في تقارير طلعت بالسنة الأولى بالنصف الأول من العام 2014 بتقول إنه الصادرات اللبنانية تراجعت حوالي 12.5% عن الفترة ذاتها بال 2013. هلا اسباب كتير ما حنفوت فيها اذا سمح الوقت، ولكن هذا الرقم حشكل حافز للمسؤولين للهيئات الاقتصاديه وللوزارات المعنيه ليحاولوا يلاقوا منفذ جديد للصادرات اللبنانيه لحتى نقدر نحاول نصلح الخلل اللي حيحصل بالميزان التجاري اذا ضلوا التراجع على هذا المعدل. ما هي القطاعات التي ستصدر الى روسيا؟ اذا بدنا نحقق نجاح سريع بموضوع التصدير إلى روسيا حيكون أنا بتقديري بموضوع الخضار والفواكه الطازجة، هولي أكتر شغلتين ممكن لأنه أوريدي في تصدير على روسيا بهالموضوع بكميات متواضعة ممكن ينعمل على زيادتها، واللوجيستكس تبع تأمينها بالشحن وبالتوزيع متوفر. يعني بعد فضيحة الغذاء وهلأ يمكن المياه، هناك معايير يجب أن يلتزم بها لبنان ليصدر الزراعة والصناعة إلى الخارج؟ بالفعل الاتحاد الروسي ما حدا يفتكر انه ستاند او المقاييس او المواصفات عنده منخفضه، من المواصفات والمقاييس اللي بيستخدمها هي ذات المواصفات والمقاييس الاوروبيه، ولكن نحن عم نصدر على اوروبا سواء بمنتجاتنا الغذائيه او بمنتجاتنا الزراعيه، ومثل ما ذكرت قبل كمان في تصدير على روسيا لمنتجين زراعيين هن البطاطا وهن العنب بكميات متواضعه، ولازم ينشغل على انه يفوت منتجات تانية بكميات اكبر. ولكن الحل اللي حضرتك ذكرتيه مدام ندى انه المي والادويه المستعمله بالزراعه، ما هيدي كمان بتضر المستهلك اللبناني، يعني يجب معالجتها سواء صدرنا الى روسيا ولا ما صدرنا الى روسيا، يجب تناول هذا الموضوع بجديه كبيره. ونتابع النشره بعد الفاصل. أهلا بكم. أعلن وزير المال الروسي أن روسيا ستخسر 30 مليار يورو سنويا تقريبا بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها، و80 مليار يورو تقريبا بسبب تراجع أسعار النفط. وأكد أن روسيا تخسر قرابة 40 مليار دولار سنويا بسبب العقوبات الجيوسياسية، ويمكن أن تخسر 90 مليار دولار سنويا بسبب تراجع أسعار النفط. حرب التحالف الغربي على داعش مستمرة في سوريا والعراق. قتل 20 مسلحا من تنظيم داعش في معارك عنيفة بين قوات البشمركة الكردية ومسلحي التنظيم في جبل بشعيق المطل على مدينة الموصل شمال العراق. وصدت قوات البشمركة هجوما شنه مسلحو التنظيم على مواقع لقوات البشمركة التي تمكنت من تدمير 3 عربات مصفحة في وقت يشن فيه طيران التحالف الدولي غارات على مواقع داعش. وفي السياق، خاضت القوات العراقية مدعومة من مسلحي البشمركة مواجهات وصفت بالضارية مع تنظيم الدولة في محافظة ديالى وسط أنباء عن عشرات القتلى من الفريقين. وعن مجريات المعارك تحدثت مصادر من وزارة الدفاع والبشمركة عن استعادة السعدية، في حين أشارت إلى إحكام السيطرة على شوارع عدة في جلولاء حيث تطارد مقاتلي داعش المنسحبين. وفي محافظة الأنبار، شن المتشددون هجوما في اليومين الماضيين على مدينة الرمادي بهدف الانتقام من العشائر التي تعارضه. وفي سوريا، أعلنت جبهة النصرة أنها قتلت أكثر من 15 عنصرا من حزب الله وقوات النظام في هجوم بجرود فليطة في منطقة القلمون بريف دمشق بحسب تعبيرها، بينما تتواصل اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة السورية بما فيها جبهة النصرة وقوات النظام بمحيط قريتي نبل والزهراء في حلب، وكذلك بين المقاتلين الكرد وداعش على محاور كوباني. وفي سياق متصل، نشرت صحيفة الجارديان تقريرا يتضمن سلسلة من المقابلات مع عناصر من الجيش السوري الحر المعارض الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية بعد الضربات الجوية الأمريكية، لأن التحالف برأيهم لم ينصفهم ويدافع عنهم في مواجهة طائرات الرئيس السوري بشار الأسد.
في فلسطين المحتلة اقتحم مستوطنون بحراسة الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى وشمال القدس المحتلة. طعن مستوطنون شابا فلسطينيا كان في طريقه إلى بيت حنينة. وقرب القدس المحتلة جرح 3 فلسطينيين في حادث سير. وعلى المستوى السياسي، قرارات السلطة الفلسطينية إرجاء طرح مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بتحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أوضح أن الإرجاء سيكون إلى حين انتهاء المحادثات النووية الإيرانية الغربية. والمزيد من الأخبار الدولية المتفرقة في هذا الشريط. ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي نفذه انتحاري خلال مباراة للكرة الطائرة شرق أفغانستان إلى 61 قتيلا و66 جريحا غالبيتهم من المدنيين. وأفادت المعلومات مقتل 60 شخصا على الأقل بهجوم انتحاري استهدف مباراة للكرة الطائرة شرق أفغانستان. وفي تفاصيل العملية، أن الانتحاري وصل إلى ساحة المباراة على دراجة هوائية وترجل منها وفجر نفسه وسط حشود الجماهير. قتلت الشرطة في الولايات المتحدة صبيا في 12 من عمره كان يحمل مسدسا لعبة، وأطلقت الشرطة النار على الصبي بعدما رفض الامتثال لأفرادها برفع يديه. وقال ضباط في شرطة مدينة كليفلاند إن إشارة سلام برتقالية اللون توضح أن المسدس لعبة كانت ملصقة بها قد أزيلت، بينما قال محامي يمثل عائلة الصبي إن العائلة تجري تحرياتها الخاصة في الأمر. حذرت مصلحة الأرصاد الجوية في ولاية نيويورك الأمريكية من فيضان ممكن أن يحصل بعد العاصفة الثلجية القوية التي تضرب المنطقة وسط توقعات باشتداد العاصفة. احتفلت هوليوود مع نجوم الفن بتوزيع جوائز الموسيقى الأمريكية في لوس أنجلوس ضمن حفلة قدمها المغني بيتبول مع عدد من الممثلين والمشاهير الذين أطلوا معه على المسرح لتقديم الجوائز. وقد شارك في الغناء كل من سيلينا غوميز وتايلور سويفت وفيرجي وون دايركشن وجينيفر لوبيز ولورد ونيكي ميناج. وفازت كيتي بيري بجائزة أفضل فنانة معاصرة وأفضل أغنية للعام. بالعودة إلى الوضع المحلي، فقد انتهى اجتماع لجنة الأمن الغذائي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام. واطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذت بحق المخالفين، وتقرر تأليف لجنة تنسيق بين رئاسة الحكومة والوزارات المعنية لمتابعة الموضوع. وستجتمع اللجنة مجددا الخميس المقبل لمتابعة موضوع سلامة الغذاء. نشرتنا انتهت غدا، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.